سيد وزير بإنجاز مشروعك إن شاء الله. أول شيء كاست تم إنشائها في أول 97 كشركة ذات مسؤولية محدودة، بعد توسع يعني ارتقت إلى شركة ذات أسهم برأس مال اجتماعي، ومقر اجتماعي في العاصمة، وحدة إنتاج مواجهة فيها مساحة تقدر 50 متر مربع، خاصة أنها 30,000 في ساعة صحراوية، أما الباقي فخصصها خصصها للصفع المحشوة، تعتبر واحدة ثانية في المنصورة. بالنسبة للنشاطات المؤسسة، النشاط الرئيسي يكمن في إيجاد مختلف أنواع الغرفة الصحراوية القابلة للتنقل، نذكر منها مخيمات ورشات لا يمكن تصور وبعد بين كتبك كتير، لكن وصلنا 400
في 99 60 تم انجاز 64 مليون دينار، 2073 الى اخره ضد 2003 ب 442. تقول هذاك نتاج البرنامج تاع الافار تركيب غرف صحراويه بالصفائح المحشوه هذه اللي نتيجه راهي على كل بارتي كو ديسيني بور لو بيزوان دو ميتي بور فالي كابين سالين كاليمون افيك لو بان ساندويتش اون بارت دو ايزونون يعني ميو زونون و سا دوفيان بلو ليجير لا موبيليتي ايضا سي تخف هذا التوسع ايضا بالنسبه للتوسيع المتوقع في شركه ايضا التوسع في السوق ما بعد الصحراء الجزائريه الجمعيه الامريكيه على سبيل المثال وهذا من خلال Gracias.
façon, شوف لا ميموار تاع التليفون تاعك.